السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنة أولى كمبيوتر برعاية موقع تعلم وفكرة، وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق ندى من غمر المنصورة مصر. أرقام التليفونات 0165-47-329 أو 0175-272-96. الإيميلات learnonline1@gmail.com، firgroup@yahoo.com. النهاردة حلقة جديدة في موضوع جديد كنا استعرضناه قبل كده، بس هنستعرضه من ناحية علمية شوية، هو الانترنت. هنتكلم في الجزء بتاع الانترنت من الباور بوينتس بتاع الدكتور عاطف عراقي. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الانترنت، طبعا الانترنت عندنا رمزه الاساسي وعلامة الاي. علامة الاي ديت اللي هي رمز الانترنت اكسبلورر بتاع شركة مايكروسوفت، اللي هو البراوزر. البراوزر ده يعني متصفح الانترنت، يعني البرنامج اللي بيخليني اخش على النت، اللي بيخليني اتصفح النت واقلب فيه. عملية التصفح دي اسمها براوزنج، فهو اسمه براوزر، انترنت براوزر. في شركات كتير جدا عاملة براوزرز، برامج تصفح الانترنت، اشهرهم على اطلاق شركة مايكروسوفت طبعا، عاملة برنامج الانترنت اكسبلورر، اللي هو بنختصره بنقول عليه الاي اي. دايما كده تلاقي الاي اي 6، الاي اي 7، الاي اي 8، الاي اي 9، اللي هو الانترنت اكسبلورر بمختلف اصداراته. فالعلامة دي بترمز لنا دايما لموضوع الانترنت. نخش في اللي بعد كده. دي الكرة الأرضية أو العالم. بيوضح لك الرسمة دي، بتوضح لك إن كل مكان فيه شبكة، كل منطقة، كل منطقة من العالم فيها شبكة، فيها شبكة. دي شبكة، أصلا الشبكات ديت كانت منفصلة عن بعض. فهو كل فكرة الانترنت إيه؟ إن إحنا زي ما قلنا قبل كده، أنا عندي جهاز دفع في بيتي وأنت عندك جهاز في بيتك، وصلناهم مع بعض، بقى عندنا احنا الاثنين جاهزين متوصلين في بعض. ده في شارع من الشوارع. طب لما نوصل الشارع اللي جنبنا، الشارع اللي ورانا، والشارع اللي قبلنا، يبقى احنا كده وصلنا 3 4 شوارع ببعض. طب لما نوصل شوارع مصر كلها ببعض، احنا كده وصلنا مصر كلها ببعض. طبعا دي مش مصر. المهم، فلما نوصل اكتر من مكان في العالم ببعضه، يبقى احنا كده عملنا مثلا شبكه لمصر، وشبكه او الشبكه اللي جامعه الزقازيق، او شبكه لجامعه القاهره، او شبكه لجامعه اسكندريه. طب لما نوصل كل ده مع بعضه داخل مصر، يبقى احنا عملنا شبكه لمصر. كويس. دول تانية في العالم عملت نفس الفكره، دول تالتة عملت نفس الفكره، دول رابعه عملت نفس الفكره. طب قال لك بقى ما نوصل كل الشبكات بالعالم مع بعضها، فالشبكه دي تتوصل بدي، والشبكه دي تتوصل بدي، والشبكه دي تتوصل بدي، ودي تتوصل بدي، ودي تتوصل بدي، ودي تتوصل بدي. طب هو التوصيل كده بس؟ لا، ده التوصيل ممكن يكون كمان كده او كده، يعني اي حاجه توصل باي حاجه. فعملوا شكل خرافي كده او شكل هلامي، اللي هو عامل زي خيوط العنكبوت. فعلى هذا الاساس احنا بنقول عليها الشبكه العنكبوتيه، شبكه العنكبوتيه. ده الفكره ببساطه عن موضوع الشبكات، او موضوع ازاي الانترنت اتكون. نيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا، وهو البروتوكولات المستخدمه في الانترنت. مش هنتكلم غير عن بروتوكول واحد، او احنا بس محتاجين نعرف اسمه، لان دايما هيقابلنا. في بروتوكول اسمه تي سي بي اي بي، اللي قدامنا ده اختصار لايه؟ ترانسميشن كنترول بروتوكول انترنت بروتوكول. البروتوكول ده اللي بيتحكم لي في الانترنت، ده البروتوكول الرئيسي لموضوع التحكم في الانترنت او استطاع الانترنت. يعني ايه بروتوكول اصلا؟ البروتوكول ده يعني القوانين، يعني تقدر تقول عليها القوانين او الاتفاقات اللي ما بيننا على ازاي هننقل الداتا والمعلومات على الانترنت. فاي واحد بيخش على الانترنت بيبقى موافق على البروتوكول ده، وموافق على شروطه، وملتزم بيه. له نظام معين يعرفه مهندسين الشبكات وبيتعاملوا بيه، يعني في نظام ده. طب هو في بروتوكولات تانية؟ في بروتوكولات بتستخدم عشان نقل النصوص، في بروتوكولات عشان نقل الفيديو، في بروتوكولات عشان تداول المعلومات مش عارف ايه. ففي مختلف انواع البروتوكولات، ما يهمناش فيهم كلهم غير انك تبقى عارف ان في حاجة اسمها تي سي بي اي بي بس. ده فكرة مبسطة للشبكة. الشبكة يعني شوية اجهزة متوصلة مع بعض. كويس. اصلا لو انت عايز تعمل شبكة بس، محتاج يبقى عندك راوتر. الجهاز ده يبقى راوتر. خلاص، يبقى الجهاز ده راوتر. يعني ايه راوتر؟ يعني جهاز بياخد من الجهاز ده يوصل للجهاز ده. طب قول لي ايه فايده الراوتر؟ فايده الراوتر ان انا بدل ما امسك الجهاز ده، انا عندي 6 اجهزه، بدل ما امسك الجهاز واوصله لباقي الاجهزه كلهم الخمسه التانيين، يعني انا امسك جهاز جهاز واوصله لاخواته الخمسه، بحيث لما يحصل انقطاع في الشبكه ما يحصلش انقطاع غير على جهاز واحد بس، يعني جهاز واحد بس ينفصل عني، ويبقى له طريق تاني ان انا اوصل له عن طريقه.
المهم فجم قال لك طب ما نجيب في الوسط حاجه اللي هو الراوتر ده نوصل بيه كل الناس وهو يوزعنا، بمعنى ان المعلومه هتبقى رايحه من جهاز واحد عايزه تروح جهاز ستة ده هو. كويس، هيقوم واخدها كده الراوتر، هيقوم واخد معلومه من واحد او الداتا البيان من واحد، وبعدين يشوف هو عايز يروح جهاز اتنين يقول لك لا، طب تلاتة لا، أربعة لا، خمسة لا، لا نودي ست. خلاص يبقى المعلومة اللي هي الايه الجواب اللي هو الرمز بتاع الجواب ده، يعني هي حاجة بتتنقل من هنا لهنا، دي الفكرة ببساطة. طب أنا لو محتاج إن أنا أوصل على النت، محتاج إن أوصل على النت، محتاج إن يبقى في تعامل معين أو جهاز تاني اسمه ال، قصدي ده سويتش، اه ده السويتش مش الراوتر، طبعا الراوتر يقوم بوظيفه السويتش، يبقى السويتش اللي بيعمل الحاجه اللي انا قلتها حالا ده اسمه السويتش، اسف. الراوتر بقى في اجهزه كتيره بديله عن السويتش، الراوتر بقى اللي عن طريقه بنقدر نوصل ده، طب نوصله بالنت، يبقى دي الفكره. يبقى انا اجيب من الشركه بتاع الانترنت، يبقى ده سويتش، ده هو السويتش اللي موصل لي كل الاجهزه مع بعضها، يبقى انا لو عندي سويتش اقدر اعمل شبكه بس ما يبقاش عندي نت. انما هنا انا محتاج راوتر، خلاص اللي هو احنا بنستخدمه عندنا، اللي عندنا ده فعلا ما اسموش راوتر، يعني الاجهزه اللي احنا بنشتريها عشان نعمل الشبكات اللي في بيوتنا ديت ده ما اسموش راوتر، ده صوره مبسطه جدا من الراوتر اسمه اللي هو دي اس ال مودم، دي اس ال مودم اللي هو الراوتر بتاعنا. بنعمل ايه بقى بالدي اس ال مودم؟ الراوتر الحقيقيه اللي بتبقى موجوده في الشركات الكبيره دي، الراوتر الحقيقيه بتبقى غاليه جدا، فهم عملوا صورة بسيطة منها تدخلك على النت. الدي اس المودم او المجازا اللي احنا بنقول عليه راوتر ده، الراوتر ده بنوصله بشركة الكهرباء، بشركة التليفونات، شركة التليفونات او بالشركة اللي عندها النت. طبعا الشركة دي بتبقى واخدة من ايه، من الشركة الأساسية بتاعة التليفونات في البلد او من الحكومة او مظبطة معاها. فالمهم الموضوع بيرجع يتعمل اكتر من ايه، من منطقة. فالمهم لازم يبقى عندي راوتر، وبعدين من الراوتر سويتش، ومن السويتش ابدأ اوزع على الناس كلهم. دي فكرة مبسطة على الانترنت. عنوان المرسل وعنوان المرسل اليه، يعني كل واحد فينا على النت لازم يبقى له عنوان، يعني عشان الحاجه دي تروح من هنا لهنا لازم يبقى ده له عنوان وده له عنوان، زي ما انت بتبعت جواب لازم يبقى عندك عنوان انت بتبعت منه وعنوان انت بتبعت اليه. اساليب العنوان على الانترنت في اسلوبين رئيسيين، شكل رقمي بتاخد شكل رقمي اللي هو الاي بي، الاي بي شوية ارقام مكتوبة جنب بعض ما بينهم نقط، يعني واحد اتنين واحد نقطة، واحد تلاتة اتنين نقطة، واحد مش عارف اربعة خمسة نقطة كده، تنيك ماشي كده، ده الاي بي. كويس، شكل حرفي اللي هو العنوان اللي انا بكتبه www.kaza.com او .kaza.org اي حاجة. فاساليب العنوان على الانترنت ده الشكل الحرفي اللي هو يا اما مثلا ده لو زيديو دوت اديو دوت اي جي ده عنوان جامعة الزقازيق، طب اطف اراكي اطف اراكي ات زيديو دوت اديو دوت اي جي ده اليوزر اي دي، ده الدومين، الدومين اللي هو العنوان بتاع الموقع او الحاجه اللي انت بتبعت لها، يوزر اي دي عشان انت عايز تبعت له ايميل. الشكل ده هو شكل الايميل، لازم الايميل يبقى فيه مقطع في الاول هو الاي دي بتاع الشخص اللي انت بتبعت له، وبعدين مقطع في الاخر هو الدومين. الدومين ده لو دخلت عليه لوحده هيفتح لي موقع الحاجه بس مش هيبعت ايميل، يعني يفتح لي موقع جامعة الزقازيق هنا. يبقى الايميل بيكون من يوزر اي دي ات دومين، يوزر اي دي ات دومين، ات دي احنا بنجيبها ازاي؟ بشيفت اتنين، بنضغط على شيفت مع الاستمرار وبعدين نضغط على رقم اتنين في لوحة المفاتيح في الجزء اللي هو مش الجزء الرقمي، الجزء التاني الجزء الكبير. سب دومين اهو شكله زيديو دوت ايديو دوت اي جي. الدومينز بقى اللي عندنا والميننج بتاعتها، كل دومين له ميننج. دوت كوم يعني كوميرشال اورجانيزيشن، يعني مؤسسه تجاريه، يعني هدفها ربحي، يعني انا لما اجي افتح موقع اسميه دوت كوم او اخد الامتياز بتاع دوت كوم، ليه؟ لان انا هدفي منه هدف ربحي، عايز اكسب. طب لو مؤسسه تعليميه يبقى دوت ايديو، اللي هو educational institution يعني معهد او مركز تعليمي. طب لو الحكومه، الحكومات عايزه تعمل موقع لسفاره، عايزه تعمل موقع لوزاره، عايزه تعمل موقع لمصلحه حكوميه، يبقى دوت جوف. ماشي، لو المؤسسه الدوليه دوت اي ان تي اللي هي انت ديت اللي هي انترناشونال اورجانيزيشن. لو مواقع الحربيه، مواقع المتعلقه بوزارات الحربيه والحاجات اللي زي كده والمصالح الحربيه دوت ام اي ال اللي هي جايه من ميليتري اللي هي الحربيه. دوت نت اللي هو موقع شبكي، يعني موقع عام، يعني موقع ايه
عام، موقع شبكي، يعني حاجة معمولة على الشبكة، موقع خدمي عشان يخدم الناس، موقع. طب لو دوت اورج دي اسمها نون بروفيت اورجنايزيشن، يعني لو في مؤسسة او منظمة هدفها ربحي بتاخد الامتداد بتاعها، المفروض تاخده دوت كوم. هدفها غير ربحي نون بروفيت المفروض تعمله دوت اورج. الدومينات بقى فيها مينينج، يعني برضك من ضمن اجزاء الدومين، انت قلنا الدومين ده دوت ايديو، ده جزء. اول حاجه هنا اسم الحاجه اللي انت عايز تعملها، وليد صلاح، القاهره، اسلام، اي حاجه، يعني اي كلمه هنا في الاول تنفع. وبعدين دوت حاجه او دوت حاجه تانية، ممكن دوت واحده دوت وبعدين دوت كوم بس، ما اعملش دوت اي جي دي. عادي يعني، بحيث ان هو يبقى موقع شبكه الانترنت ما فيش ملوش نظير، مش فارق معاه موضوع مصر ومش موضوع مصر، انما ديك منها مؤسسات عالميه، فاي جي هنا بتوضح انها تبع مصر. المهم، فكل دوله ليها اختصار، يعني مصر الاختصار بتاعها ايه؟ اي جي من هنا، اللي هو الاختصار بتاعها في الدومين. فلو جينا هنا نلاقي ايه؟ ات اللي هي الاختصار استراليا، ايه؟ استوريا، استوريا ات اختصار استوريا، و اي يو اختصار استراليا، و سي اي اختصار كندا، و كل دول ايه، وبعدين ايه اليونان ومش عارف ايه الدنمارك دي كي، وبعدين الجيرمان المانيا دي اي، مش عارف ده ايه الجي اللي هنا دي. المهم يعني قصدي كل دوله اختصار، احنا من الدول العربيه الاي جي اولهم ايجيبت، يو اي اي اللي هي الامارات العربيه المتحده، اليونايتد كينجدم المملكه المتحده اللي هي بريطانيا انجلترا، يعني يو كي. يبقى كل دوله ليها ايه؟ لها اختصار من الاختصارات. كويس، انت تبع الدوله اللي انت بتبقى فيها او الدول اللي انت بتتعامل معاها بتبقى عارف الاختصار، وكمان الدومين بيجي لك كام. ده اساليب العنوان الانترنت الشكل الرقم، ما احنا خدنا الاول الشكل الحرفي، ده الشكل الرقم اللي هو اللي بياخد 4 مقاطع، كل مقطع زي ما احنا شايفين 3 ارقام 3 ارقام، رقمين رقمين. المقطع ده بيبقى من صفر لايه؟ المقطع كل مقطع بيبقى الارقام اللي فيه من صفر ل 255، يبقى هو ده اللي احنا بنسميه الاي بي بتاعك. جهازك اصلا بيبقى له حاجه اسمها اي بي. الاي بي ده قدام موجود له نظامين، النظام الاول ان هو يبقى اوتوماتيك، انك تختار اي بي اوتوماتيك حسب الشبكه اللي انت فيها بتاخد اي بي بشكل تلقائي، او تختار اي بي انك تكتبه بايدك. هنبقى نستعرض الموضوع ده لما هنبقى نخش شويه في الشبكات. الخدمات اللي بيقدمها لنا الانترنت خدمات كتير قوي، من ضمنها خدمه الويب اللي احنا كلنا عايشين عليها في الاساس، اللي هي دبليو دبليو دبليو، يعني الانترنت مش الدبليو دبليو دبليو، الانترنت جزء منه دبليو دبليو دبليو، يعني دي خدمه من ضمن خدمات الانترنت بس بتمثل غالبيه استخدام الناس. في خدمة تانية اسمها الايميل، الخدمة اللي احنا شغالين عليها برضك، اللي احنا بنبعت ايميلات لبعض. في خدمة تانية اسمها توك او شات اللي هي خدمة المحادثة. في خدمة تانية بيستخدمها اصحاب المواقع اسمها الاف تي بي، خدمة نقل الملفات. بعد كده عندنا الويب براوزرز اللي هي البرامج اللي بيدخلنا على الانترنت، في برامج كتير جدا اشهرهم على الاطلاق انترنت اكسبلورر. نت سكيب ده كان مشهور جدا وكان منافس قوي جدا انترنت اكسبلورر، بس في الفترة الأخيرة الشركة اعلنت ان هي مش من فترة أخيرة، يعني من فترة زمنية أظن داخل على السنة أو أكتر، نتسكيب أعلنت إن الشركة بتاعته أعلنت إنها ما عادش هتطلعه تاني، يعني إنها تكتفي بالإصدارات الموجودة في السوق. إنما إنترنت إكسبلورر ما زالت شركة إنترنت ما زالت شركة مايكروسوفت بتطور فيه. أوبرا ده متصفح موجود ومشهور جدا، المنافس الحقيقي وقوي جدا إنترنت إكسبلورر حاليا هو الفايرفوكس، لأنه سريع وناس كتير بتحبه وسهل. فعندك الانترنت اكسبلور وعندك الفايرفوكس دلوقتي متصفحين رئيسيين، وان شاء الله نبقى نساعدهم اكتر واكتر خلال الفتره الجايه. ودخلنا نشوف الام اس، ام اس اللي هو طبعا اختصار مايكروسوفت، ام اس انترنت اكسبلورر، والرمز بتاعه ايه؟ بضغط عليه بيفتح النافذه ديت. دلوقتي هو فاتح موقع الياهو، فكاتب لي موقع الياهو، فانا عندي قائمه مش الاوامر، قائمه القوائم، قصدي شريط القوائم، ده اسمه شريط القوائم. شريط القوائم اللي موجود عندنا في كل الحاجات بتاعت مايكروسوفت، فايل اديت فيو فورس تولز هيلب، وبعدين عندي شريط الادوات الستاندر بوتون، وبعدين عندي عنوان الصفحه بكتبه هنا واضغط على جو او اضغط على انتر لو انا حافظ عنوان الصفحه. بتتفتح لي كذا قائمه، لو ضغطت على الحاجات دي فايل هلاقي ايه؟ نيو لو انا عايز افتح صفحه جديده مع عنوان جديد، اوبن لو انا عايز افتح صفحه،
اديت ويز مايكروسوفت فرونت بيج، لو انا عايز اعمل صفحه احرر صفحه بالمايكروسوفت ايه فرونت بيج، برنامج الفرونت بيج، سيف از اسيف الصفحه، بيج ستوب اظبط اعدادات الصفحه، برنت لو انا عايز اطبعها برنت، بريفيو لو انا عايز اشوف شكلها ايه لو طبعت، سنت لو انا عايز ارسلها بشكل معين، امبورتنت اكسبورت للاستيراد والتصدير، بروبرتيز خصائص الصفحه، ورك اوف لاين لو انا عايز اسيفها بحيث ان لما ما يبقاش في نت تشتغل الصفحه دي عندي، كلوز لو انا عايز اقفل، اديت طبعا قط عشان اقطع حاجه، كوبي عشان انسخ، بيست عشان الزق، سيلكت اول عشان اختار كل الحاجات اللي في الصفحه، فايند اون ذيس بيج عشان ادور في الصفحه دي على كلمه معينه، انا فتحت الصفحه لقيت الصفحه طويله جدا فيها كلام كتير قوي، انا عايز ادور على كلمه معينه في قلب الصفحه دي، فلما اختار الاختيار ده اللي هو كنترول اف او الفايند ده فيبحث لي في الصفحه دي على كلمه معينه. التولز قلنا الفيو قصدي ما نلاقي التول بارز لو انا عايز اظهر اي تول بار، ستيتش تول بار هو الشريط الحالي اللي بيبقى ظاهر تحت، الاكسبلورر بار الشريط بتاع الاكسبلورر لو انا عايز اظهر فيه او اخفي منه حاجه، جو تو لو انا عايز اروح لصفحه معينه كنت دخلت عليها قبل كده، ستوب لو انا عايز اتوقف عن تحميل الصفحه، ريفريش لو انا عايز اعيد تحميل الصفحه، تكست سايز لو انا عايز اظبط تحميل الصفحه، انكلودنج ده بيجيب لك لغات كده وحاجات زي كده ان هو يغير الحروف اللي مكتوبه بس الصفحه، بس ما بيعملش ترجمه، الناس بتفكر ان هو بيعمل ترجمه لكن هو بيغير الحروف اللي مكتوبه بس الصفحه، بس مش خدمه ترجمه، خدمه تغيير الحروف، يعني بيجيب يشيل حرف ويحط نظيره في لغه تانية. سورس المصدر برايفسي ريبورت ما اعرفش بيعملوا ايه، فول سكرين اف 11 لو انا عايز اظهر الصفحه بشكل كامل، وبعدين الفيفوريتس هنقول اد فيفوريت واورجنايز فيفوريت، اد فيفوريت لو انا عايز اضيف حاجه المفضله بتاعتي بحيث انها تضاف للقائمه ديت اوصلها بسهوله، اورجنايز فيفوريت لو انا عايز اظبطه، اعمل مثلا زي هنا عامل ملف في الاوتو ديسك، فاعمل ملف اسميه اوتو ديسك وادخل جواه الحاجات اللي انا عايزها من هنا، التولز موجود في حاجات كتير طبعا، اهمهم بالنسبه لي الانترنت اوبشنز، وفي حاجات بتضاف هنا كل ما يسطب برنامج، يعني ده فلاش جيت ده برنامج لما هو سطبه بيضاف للقائمه ديت. الهلب طبعا لو انا عايز مساعده او لو انا عايز اعرف نسختي من البرنامج نسخه اصليه ولا لا، او نسختي من الويندوز نسخه اصليه ولا لا، بعد كده خدمه البريد الالكتروني ايميل، اشهر شركه بتقدم هذه الخدمه هي شركه ياهو، استعدنا طبعا في السلسله قبل كده ازاي نعمل ايميل على ياهو، نراجع الموضوع ده بسرعه، لو دخلنا على موقع ياهو كتبنا على البراوزر بتاعنا www.yahoo.com او كتبنا ياهو بعدين عملنا كنترول انتر بيكتب لي www. قبل الكلمة اللي أنا كتبتها ودوت كوم وراه، يعني بكتب ياهو ومش عايز أكتب www ودوت كوم، أقوم إيه ضغط كنترول إنتر تقوم طالعة لي، أقوم ضغط على ساين إن عشان أسجل تسجيل الدخول، ساين أب عشان أعمل دخول لأول مرة، يعني تسجيل الدخول ده لو عندي إيميل قبل كده، إنما لأول مرة يعني عشان أعمل إيميل جديد، فبقوم داخل على الموضوع ده بيقول لي ماي نيم اسمك، بقول اسمي كذا ولاست نيم اسمك الاخير كذا، الجندر اللي هو النوع ذكر ولا انثى، البريس داي تاريخ ميلادك، اي لايف ان كذا ايجيبت، البوستال الكارد عنوان البريد بتاعك، وبعدين الياهو اي دي بتجرب وتقول له شيك، يعني بتقول له ايه انا بختار هنا الكلمه اللي انا هخش بيها، الكلمه اللي انا لما يجي لي هنا هكتب بقى في الساين ان، هيقول لي يور اي دي ويور باسورد، الحاجتين الاساسيين اللي انا بدخل بيهم دايما، يعني هو ما بيسالنيش اسمك ايه، بيسالني الاي دي بتاعك ايه، بختار اي اي دي بقى، اي اسم او اي اسم مع مجموعه ارقام انا بحبهم اختارهم هنا كاي دي ات ياهو دوت كوم، يبقى ده بقى ايميلي كله على بعضه بقى ايميلي، الكلام اللي انا هحطه هنا مع الحاجات التانيه، بس طبعا انك مني بدخل على ياهو فلما ادخل مش هقول له ات ياهو دوت كوم لان هو عارف ان انا ات ياهو، ان انا داخل على موقع ياهو اصلا، فاكتب له ده بس لما ابقى داخل عليا واكتب ده بس، انما لما ببقى حد ادي ايميلي ادي له ايميلي كله على بعضه. باسورد انا عشان اكتب الباسورد، ريتايب باسورد عشان اعيد كتابه الباسورد، يعني اكتب هنا وهنا نفس الكلام، لو في فرق حرف ما بين الباسورد بتاعي بختاره طبعا مجموعه حروف انا حافظهم، مجموعه ارقام انا حافظهم زي ما انا بحب، بيكتب لي هنا الباسورد سترينث يعني قوه الباسورد، لو دي اتملت الاربع خانات دول اتملوا يبقى الباسورد قوي جدا، كل ما يملى واحده بس او نص واحده يبقى الباسورد بتاعك ضعيف وبيطالبك بانك تعمل باسورد اقوى. بعد كده الارتنت ايميل ايميلك البديل بحيث لو حصل مشكله ولا حاجه وحبوا يبعتولك يبقى يبعتولك على ايميلك البديل، او نسيت الباسورد بتاعك وحبوا يبعتولك يبعتولك على ايميلك البديل، سكيورتي كويشن سؤال الامان بسؤال ما حدش عارف اجابته غيرك، بيسالك اي سؤال
تشايلدود هيرو، بطل طفولتك، كتابك المفضل، حيوانك المفضل، اي حاجه، وتكتب له الانسر هنا، وتكون حافظ برضك الانسر دي، انه بيسالك على سؤال الامان ده لما الايميل بتاعك يضيع وما تعرفش ترجعه او ما تعرفش تخش عليه. طيب ذا كود شوين، شوين اللي هو الكود اللي موجود قدامك، بتنقل الحروف اللي موجوده قدامك دي تنقلها هنا. لو مش عاجبك بتقول له تراي ديفرنت ايمج، الصوره دي مش واضحه، طب هات لي صوره تانيه. بعد كده الساين ان اللي انا بقول لك عليه، اي دي بقى اللي انت كتبته والباسورد اللي احنا قلنا عليهم، بعد كده تقول له ساين ان. طبعا هو انت معلم هنا صح، يبقى هو بعد كده عارفك على الكمبيوتر ده، يبقى انت لو ضغطت على الكمبيوتر ده تاني لو معلم هنا صح مش هيحتاج انك ان هو يعرفك، لانه هو عارف ان الكمبيوتر ده بتاعك. طبعا هو كاتب لك تحت فور تو ييرز unless اي ساين اوت، يعني لمده اسبوعين، غير لو انا عملت ساين اوت، يعني هي اي تاني حافظ بياناتك دي لمده اسبوعين. في مواقع والياهو احيانا برضك الموضوع ده بيتغير، ممكن تاني حافظ الايميل بتاعك او الاي دي والباسورد بتاعك بحيث ما تكتبهمش تاني، تخش عليها وتلاقيك دخلت على طول على الصفحه بتاعتك او على الايميل بتاعك. بس كده مفيش حاجة تانية ممكن نقولها هنا. بعد كده محركات البحث سيرج انجن، واشهرهم الياهو على الاطلاق، واظن في حال اشهرهم الجوجل على الاطلاق، والياهو طبعا بيجي بعده في المرتبة. الياهو الجوجل طبعا بيقدم خدمات كتير جدا غير موضوع ان هو سيرج انجن، بس اشهر خدمة على الاطلاق له ان هو سيرج انجن او محرك بحث، ودي من اشهر واهم خدمات الويب على الاطلاق. شكرا لكم على حسن استماعكم، وارجو ان تكون الحلقه القصيره اللطيفه الظريفه ديت نالت اعجابكم واستحسانكم، وارجو انكم دايما تبعتوا لنا وتتواصلوا معانا بخصوص حلقات سنه اولى كمبيوتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.